النهاردة يا صحابي الحلوين معانا قصة توت توت، العصفور الجميل اللي بيحلم كل يوم انه يسافر ويشوف الدنيا ويلف في كل الدنيا، بس للأسف ما بيسمعش كلام مامته. ونحكي لكم النهاردة هو عمل ايه وزعل مامته في ايه. ويلا تعالوا معانا نسمع الحكاية. كان في كان يا مكان يا سعد يا إكرام، كان في عصفور جميل اسمه توت توت، كان عنده عش جميل فوق شجرة جميلة جدا جدا جدا، وكان دايما بيحلم كل ما يشوف القطر يعدي من قدام عشه الجميل انه يسافر ويروح اخر الدنيا. فكان يروح لمامته ويقول لها يا ماما نفسي اسافر والف الدنيا واشوف كل حاجه ما شفتهاش. تقول له لما تكبر يا توت توت هتلف الدنيا كلها. يقول لها يوه هو انا لسه هستنى لما اكبر يا ماما، انا نفسي اشوف الدنيا كلها من دلوقت. تقول له ما تستعجلش يا توت، بكره تكبر وتلف الدنيا يا حبيبي. للاسف يا حبايبي توت ما سمعش كلام مامته وفكر في حيله وحشه جدا جدا. فكر انه يهرب من ورا مامته ويركب القطر ويلف ويشوف الدنيا لوحده، ونسى كلام مامته. وهنشوف معانا هيحصل له ايه. وفي يوم قام توت من ورا مامته وركب القطر، وشاف من شباك القطر الدنيا اللي كان بيحلم بيها، شجر وجبال وعصافير وناس ومباني ضخمة وملاهي. فرح قوي وقال ايوه هي دي الدنيا اللي انا بحلم بيها، الدنيا اللي انا بحلم ان كنت اشوفها من زمان. يا ماما لو كنت تسمعي كلامي، يا ماما مش كان زمانك معايا دلوقتي. وفضل توت يشوف الدنيا اللي هو كان بيحلم بيها لحد ما المحطة جت والقطر وقف. شاف شاب شايل قفص جميل لونه ذهبي بيلمع زي الشمس. قال ياه القفص ده حلو قوي. فشافه الشاب هو بيبص للقفص، قال له عجبك القفص؟ قال له القفص جميل ينفع اجربه؟ قال له طبعا ينفع تجربه. فدخل العصفور وفجأة ابتسم الشاب ابتسامة خبيثة وقام قافل على القفص. العصفور قال له ليه بتعمل كده؟ خرجني خرجني انا عايز اروح لماما، خرجني خرجني. فضل يصرخ ويعيط يصرخ ويعيط، والعصفور يبص له يقول له ليه عملت فيا كده؟ ليه خدعتني؟ يقول له اصل انا صياد ودي شغلتي، وانت ما سمعتش كلام مامتك فكان لازم يحصل لك اكتر من كده. قال له ده برجعني لماما. قال له لا ما ينفعش، ما كان من الاول ممكن تسمع كلامها، لكن انت دلوقتي خلاص بقيت ملك. فضل يصرخ ويعيط ويقول له لا انا عايز ارجع لماما، انا عايز ارجع لماما، رجعني لماما. وفضل يعيط كتير كتير يا صحابي، ويعيط ليل ونهار ويصرخ ويقول يا ريتني يا ريتني سمعت كلام ماما، ماما كانت بتحبني وتخاف عليا، انا اللي استعجلت انا اللي استعجلت. لحد ما فجأة افتكر كلام مامته لما قالت له لازم تفكر كويس قوي قبل ما تعمل اي حاجة. وفجأة فضل يفكر 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 وقال لازم نوصل لحيلة، الحيلة دي هي اللي هتخرجني من هنا، الراجل ده صياد خبيث وخدعني وانا لازم اخدعه عشان اعرف اهرب وارجع لمامتي. فضل يفكر لحد ما جات له فكرة انه لا ياكل ولا يشرب لمدة يومين، لحد ما خدع الصياد يا حبيبي واقتنع انه شكله تعبان فلازم نفتح له القفص علشان يشوفه. وفعلا الصياد جه فتح القفص وبيقلب في توت. قام توت خارج بسرعة 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 وهرب. فالصياد بيبصله قال له انت ضحكت عليا، قال له انت خدعتني وانا خدعتك، يبقى احنا الاتنين خالصين. وفضل يجري بسرعة يجري بسرعة يجري بسرعة، وفجأة سمع صوت عصافير جاي بيقرب شوية شوية. ففتح عينيه لقى نفسه في حضن مامته. يا حبيبي كان بيحلم في حضن مامته جامد جامد وباز جبنها. ولا انا اسف يا ماما هسمع كلامك على طول، وعمري عمري في حياتي ما اعمل حاجة من وراكي. وحضن مامته جامد يا حبيبي، وده جزات اي حد يخرج من ورا مامته او ما يسمعش كلامها او يكلم حد غريب ما يعرفوش. لازم نتعلم يا حبيبي ان مامتنا هي اكتر حد بيحبنا وبيخاف علينا. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟